هذه الجموع الغفيرة ليست مظاهرة حاشدة ولا حفلا جماهيريا كبير، بل الواقع يختلف تماما. يجتمعون في هذا المضمار بمدينة تريم في شهر شعبان من كل عام لمشاهدة سباق الهجن، والذي يأتي بمناسبة موسم زيارة قبر النبي هود عليه السلام. ريعين من الزيارة، والمريع من الزيارة يقع السباق هذا، والسباق ما شاء الله تطلع حوالي 60 راحل و70، السنة هذه 90 راحل، 90 ما شاء الله، وكلهم ريال ولاد شباب، الشباب من تريم، حوالي تريم كلهم، ما هم من مكان برا، كلهم من تريم. قبل ذهاب هذه الجمال إلى وادي برهوت حيث قبر النبي، يقوم مالكوها بتزيينها بالحناء ووضع نقوش وأسماء وألقاب مع ترديد أنغام الدان الحضرمي. ومطى ولا تسمع أذان. هذه النقوش والألقاب يعتبرونها مصدر فخر لهم، وبالذات في السباق الذي يتنافس فيه أكثر من 80 جملا. أنا الآن أمامكم من سيون، آتي من الصبح لكي نشاهد هذا ونلاقي أخواننا ونلاقي أهلاتنا وأحبابنا. مكان طيب ما شاء الله، كل الناس تهتم منه، الصغير والكبير يهتمون من شان هذه العادات الطيبة، وصراحة شيء زين. أولا يدخلون السرور في أهل البلاد. يجتمع الرجال والنساء والأطفال في مشهد مليء ومفعم بالمرح والمتعة، والأكثر إثارة حينما يظل أحد الجمال الطريق داخلا بين الحضور، حيث يعتبرونه جملا كسولا، الأمر الذي يجعل صاحبه يشعر بالخجل جراء سخرية الآخرين. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة تريم، حضرموت.